ده هو اقذر واوسخ كرتون تم عرضه على الاطلاق. المشاهد بتاعت المسلسل دوت كانك قاعد بتتفرج على مشاهد من فيلم اباحي، والمصيبه الاكبر ان هو كان بيتعرض على قناه مفترض انها موجهه للاطفال وهي كارتون نتورك، فلازم تبقى فاهم انك لو تحت 18 سنه اعرف ان الفيديو دوت مش مناسب خالص ليك. الكرتون اللي انا بكلمك عنه هو مسلسل مورال اورال، وهو مسلسل كان بيعرض في الفتره المسائيه على كارتون نتورك. كان بيتكلم عن اسره مكونه من الاب اللي هو كلي والابن اللي هو مورال بطل المسلسل ومعاه الام واخوه الصغير. لو جينا مثلا بصينا على حلقه عشوائيه من المسلسل اللي هي الحلقه الثانيه مش هتصدق كميه القذاره والوساخة الموجودة في الحلقة دي. الحلقة بتبتدي بان احنا بنشوف مورال وهو ماشي مع صاحبه بعد الامتحان في المدرسة وزي بيراجعوا مع بعض يعني اللي حصل في الامتحان. المهم ان مورال بيقول انا هخش الحمام، وبعد ما هو بيخش الحمام مفيش بثواني بنلاقي ان في راجل كبير اللي هو عامل النظافة بتاع المدرسة او الفراش بيدخل ورا الحمام. هم من العامل وهو جوه بدأ يسمع اصوات طالعة، بس هو مش عارف الاصوات دي جاية منين. عارف الاصوات اللي بتعملها البطن مثلا او بيعملها حد بيكون عنده امساك او بطنه مثلا قولون قايم عليه، هي نفس الاصوات دي. بيكلم الشخص اللي واقف جوه ما يعرفش هو مين وبيقول يعني انت لازم تاكل فاكهه وخضار كتير عشان يعني الحاجات دي هتلين معاك الموضوع وهتخليه اسهل لما بتيجي تعمل رقم 2. هو القصد هنا برقم 2 يعني بيعمل كيكي او بيدي التقيله يعني. فبعدين اللي هو واقف جوه بيقول له بس انا مش بعمل رقم 2. مش بعمل رقم 2، امال الاصوات اللي انا سامعها دي طالعه ازاي؟ يعني بتعمل ايه؟ رقم 1؟ قال له لا، رقم 1 هو قصده يعني بيعمل بيبي يعني. قال له امال بتعمل ايه؟ انا مش فاهم. انا بعمل رقم 3. وفي واحده من اكتر المشاهد المقرفه في المسلسل بنلاقي ان الفراش بتاع المدرسه بيقتحم عليه الباب، وبنكتشف ان اللي جوه دوت هو مورال، وبيلاقيه عمال بيمارس العاده السريه وهو قالع خالص البنطلون بتاعه. المهم ان هو بياخده وبيوديه للمدير. المدير طبعا بيمسكه فبيقول له كده ثلاث قواعد كده انا ما فهمتهمش الصراحه، يعني اللي هو رقم 1 ورقم 2 ورقم 3. وبيقول له يعني ان رقم 3 او اللي هي العاده اللي كان بيعملها بيقول اللي هي ليتنج ماي سبيرم فري، او ان انا اطلق سراح حيواناتي المنويه. يعني تاني معلش بكلمك انا على مسلسل كان بيتعرض في فتره ما على كارتون نتورك يا جماعه، دي اللي بتعرض جامبول وساموراي جاك فتاه القوه وحاجات كده. حتى وان كان بيتعرض في الفتره المسائيه يعني هي نفس المصيبه. مدير المدرسه لما بيلاقي ان هو مش عارف يتعامل مع الولد او يوصل له ان الموضوع اللي هو بيعمله دوت غلط فبيقول له انا هوديك لحد مختص، فبيوديه للبابا بتاع الكنيسه. وهنا بقى انا عايزك تركز لان الصدمه اللي هتاخدها هنا اسوأ بكتير من اللي حصلت من شويه. في واحد من المشاهد احنا بنلاحظ ان المج اللي هو موجود ورا الاسيس بتاع الكنيسه او جنبه هتلاحظ ان هو كان مكتوب على المج دوت اي هيت ماي بوس. خد بالك الاسيس ده رجل دين شغال في كنيسه، مين هو البوس بتاعه او مين المدير بتاعه في الشغل؟ ملوش مدير. ولكن انا مقصود بالمدير يعني استغفر الله العظيم ان هو بيكره الرب او بيكره جيزس على حسب طبعا معتقدات المسيحيين هناك في امريكا. فهو من الواضح ان هو حتى مش رجل دين متدين، يعني هو واحد بس شغال عشان بس الشغلانه بتوفر له فلوس. المهم ان هو بيتكلم مع مورال وبيقول له اللي انت عملته ده غلط، وان العاده اللي انت عملتها دي مش صح انها تتعمل، وان كده الرب او جيزس يعني هيكون زعلان منك وغضبان عليك وكلام من النوعيه ديت. وقال له انت ما ينفعش تعمل العاده ديت كده مع نفسك، انت لازم تستعملها عشان تنجب بيها او تجيب بيها عيال. فالمهم ان الولد بيقول له طب دلوقتي انا عايز اعملها من غير ما ازعل جيزس مني، اعمل ايه بقى؟ قال له لا، السؤال ده انا ما جاوبكش عليه، لازم حد تاني يجاوبك عليه. وهنا طبعا الاسيس اصلا ان هو هيبعته لابوه يعني. المهم ان الولد بيروح لابوه في البيت، يخش عليه بنلاحظ ان ابوه ماسك في ايده كاس كحول وتحته طبعا ازاز بيره مترميه على الارض وطفايه مليانه سجاير، واضح ان ابوه سكري تقيل. فالولد اللي هو مورال بيسال ابوه بيقول له طب دلوقتي انا عايز اعرف العيال بتيجي منين والكلام ده. فالاب بدل ما يجاوبه اجابه صريحه ويشرح له الموضوع بيقوم بيجيب كده كتاب مكتوب عليه اكاذيب لسن كذا، يعني كتاب كده مكتوب فيه ايه حقائق تضحك بيها على العيال الصغيره وهم صغيرين كده من سن 5 ل 15. المهم ان هو بيفتح بيجيب السؤال دوت وبيقول له بيقول له جيسس او يعني حسب معتقداتهم اللي هو الرب بينزل بالليل وبيكون معاه قمع كده زي القمع اللي احنا بنستعملوه عشان الكريم شانتي او كيك او الكلام دوت، وبيكون معاه ماده بيضه في القمع ديت وبيحقن بيها الستات فالستات بتحمل كده. هو يعني ضحك على الولد. المهم ان مورال بياخد الكلام ودي كارثه وبيروح يطبقه حرفيا، ده هتصدم يعني لو تفكر ان فات دوت ده مشكله اللي جاي اسوء. بياخد القمع من مامته وبعدين بيروح بيعمل العاده يعني، وبعدين بيحط السائل بتاعه جوه القمع دوت، وبعدين بيروح مع صاحبه ويقعد يضحكوا. وبالليل في مشهد مقرف جدا مورال بيبتدي ان هو يخش على الستات اللي ساكنين في المنطقه بتاعته ومعاه القمع وبيحاول ان هو يحط السائل دوت في حته. طبعا هو لما بيلاقيش حته بيبتدي ان هو يدور وبعدين بيحط السائل احنا عارفين فين، وبيكرر الموضوع دوت تقريبا مع كل الستات اللي في المنطقه. وبكده هو حس ان هو عمل حاجه كويسه وان هو يعني قام
بالدور بتاع عجيز بقى، ما هو خلاص ما ابوه اقنعه بكده. وتاني يوم بيعدي على الشارع اللي هو ساكن فيه، وبنلاحظ ان الستات كلهم واقفين في الشبابيك وعمالين بيرجعوا او اعراض الحمل يعني من دوخه وترجيع والكلام ده، وهم وابوه بيكونوا قاعدين بيقروا الجريده وبتقول له ده كل الستات بتوع المنطقه حملوا في نفس الوقت، مع ان في حتى ستات منهم بقالهم اكتر من 3 اسابيع ما قربوش على جوازهم، فدي اكيد دي معجزه. المهم ان الكارثه بتفضل مستمره زي ما هي، لحد ما في يوم من الايام مورا الاسنان بيعمل الموضوع دوت، في واحده من اللي كان بيحقنهم بالليل قامت ومسكته هي وجوزها وصرخت ولمت عليه الدنيا وجابت له البوليس، والبوليس فعلا بيجي وبيقبض عليه. وقبل ما هم بياخدوه للاسم بيكون ابوه وصل ومعاه العربيه وبيقول لهم انا هاخده، وبعدين بيرجع على البيت قال له كانت غلطتي انا اللي ما قلتلكش الموضوع ده بيتعمل ازاي ومش عارف ايه وكده. فابوه بيقول له ان كان ما ينفعش انك انت تعمل كده مع واحده بقمع، انت لما بتيجي تعمل كده مع واحده لازم تعمل كده وانت بيقولها له كده لفظيا وانت فوقيها. قال له احنا اتعلمنا كده من استغفر الله العظيم يعني بيقول له من نوح او سيدنا نوح. وبنلاقي مشهد كده لزرافتين وهم فوق بعض بيمارسوا الجنس يعني، وفي واحد المفترض استغفر الله العظيم يعني ان هم بيشبهوه بسيدنا نوح، وان ديت هي الطريقه الصحيحه عشان تنجب بيها مش انك تبقى معاك قمع. فهنا الاب عمل مصيبه ثانيه ان هو فهم الولد ان انت لازم تكون فوق الست، وان المشكله كلها في كل اللي انت عملته مش ان هو غلط، ولكن ان انت بس استعملت القمع دوت. وبيمسك ابوه الكتاب بتاع القائد الكاذبه دوت وبيرميه في النار وبيقول ان هو كتاب ملوش لازمه. فدي كانت مجرد حلقه من المسلسل دوت، يعني انت متخيل كميه القذاره والقرف. كمان زاد عليها كمان كان موجود في حاجات دينيه شبه التحريض على الالحاد، والمصيبه زي ما قلت لك ان هو كان بيتعرض على قناه للاطفال في الفتره المسائيه بتاعتها. اللي اتفرج على الكرتون دوت او على اي كرتون تاني عايز اتكلم عنه يا ريت يقول لي في الكومنتات، مش بقى الفولو واللايك والاشتراك، لان ده بيساعدنا ان المحتوى يوصل لناس اكبر، بنوعي ناس اكتر، وبيدعمني كمان ان انا استمر في ان انزل فيديوهات زي ديت بنفس الطول اللي انت شايفه دوت. كان معاك محمود زايد، سلام.